السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي مثلا الأشجار دي مغطية على الحائط وأنا عايز أظهر حدود الحائط، فأقول له شو هيد اللاين وأعلم على الشجرة وأعلم على الحائط، أعلم على الشجرة وأعلم على الحائط بالشكل دوت، فتبدأ تظهر معايا الحدود على شكل خطوط مقطعة بالشكل دوت. والكلام ده برضو حتى لو أنا عندي في البلان أو السكشن ممكن برضو نفس الفكرة. يعني هنا عندي 2 فلور وفي فرق ارتفاع بينهم، فعلم على الحاجة اللي ظهر قدامي وبعد كده الحاجة اللي وراها، فتبدأ تظهر الخطوط بالشكل دوت. حتى في التيبل اهو، وبعد كده اتعلم على التيبل وبعد كده اتعلم على الكراسي.